دي دالان دي تماس داخل منطقه الجزاء الاتمرك الحباس الحباس يسو ارجع من الدفاع وكما جات لنا الشعلال الشعلال ما ياخذهاش ياسين الخنيسي انتقال عبد الله نقرب من نهايه الفتره الاولى التنفيذ بسرعه عبد الرحمن مزيان الياس الشت العرضيه داخل منطقه الجزاء بروس والهدف الاول فها ياسين الخنيسي يتمكن من افتتاح باب التسجيل قلت سجل سابقا في مرمى الملعب التونسي ويسجل في مباراه الحارس الفيني كانت له تجربة مع وفادي بن شوق لاعب الترجي الموجود على الخنيس يمشي الخنيس خاطر الهجوم تايزي الخنيس التسديد والهدف الثاني والهدف الثاني للترجي والامضاء لتايزي الخنيس جميل جدا هذا الهدف شابي منفرتو حتى الكرة على ساقه اليمين والتسديد مباشرة في شباك علي جمل اثنين بلاش دوبلي لياسين الخنيسي في الدقيقة جاز هدية كبيرة واضح ان الترجي ممكن يبحث على نجم جديد وتا ياسين الخنيسي كان انيس سماع بن مهاجم سجل زوز اهداف في اليوم واحيانا حماد السالم حمزه حاده خطير الكور التمرير وهدف تسجيل الفارق هدف تسجيل الفارق من فيكتور عبطة اول لمس للكره يحط الكره في الشباك هذا تغيير ناجح هذا تغيير ناجح في كرة القدم وقت تدخل مهاجم في أول لمس يحط الكرة